السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير. أبو صاحبي يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا برايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الشاشات 2020 في مصر جميع الأنواع والماركات وبالتفصيل. أسعار الشاشات LCD في مصر 2020: يبلغ سعر شاشة أسوس LCD 27 إنش VZ 279 HEW حوالي 3848 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة بينكيو LCD 21.5 إنش GW 227 OH حوالي 1699 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة أيثر LCD 27 إنش بليكس 27 حوالي 5099 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة أيثر LCD 27 إنش حوالي 6999 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة أيثر LCD 27 XV 273 كي حوالي 16999 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة أسوس LCD 23.6 إنش VB 247 HEE حوالي 2299 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة بلك حوالي 1025 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة ديل LCD E 2013 H حوالي 1475 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة HP LCD LE 1901 WN حوالي 1599 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة عرض وتلفزيون LCD TFT محمول 7 بوصة مزودة USB NS 7017 حوالي 639 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة عرض وتلفزيون محمول 7 بوصة NS 7017 حوالي 666 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة عرض وتلفزيون LCD TFT محمول 9 بوصة مزودة USB NS 9019 حوالي 780 جنيه مصري. عروض الشاشات في كارفور مصر 2020: سعر شاشة تلفزيون LED من توشيبا داخل العرض 49 بوصة 5900 جنيه مصري. سعر شاشة تلفزيون من باسيونيك سمارت LED داخل العرض 49 بوصة 7900 جنيه مصري. سعر شاشة تلفزيون من LEG سمارت LED داخل العرض 55 بوصة 20000 جنيه مصري. سعر شاشة من سوني بدقة 55 كي 4 بوصة متوفرة بعرض 8999 جنيه مصري بدل من 9999 جنيه مصري. شاشة سعر شاشة 32 بوصة من جاك 2 مخرج USB جودة HD 1339 جنيه مصري بدل من 1799 جنيه مصري. سعر شاشة 32 بوصة من يونيون إير 2 مخرج USB بجودة HD متوفرة بعرض 1549 جنيه مصري بدلا من 1899 جنيه مصري. أسعار شاشات سيمفوني 40 سمارت 2020: سعر شاشة 40 بوصة تعمل بدقة 1920 فول HD تضم 2 مدخل HD 2 مدخل USB 4499 جنيه مصري. سعر شاشة 40 بوصة سمارت ويوجد به واي فاي وتعمل بنظام الاندرويد متوفر بها ايضا 2 مدخل USB 4792 جنيه مصري. سعر شاشة سيمفوني 40 انش LED تلفزيون عادي ذات لون اسود 3460 جنيه مصري. سعر سيمفوني تلفزيون 40 بوصة فل HD زائد حامل حائط 4199 جنيه مصري. أسعار شاشات جروهي سمارت في مصر 2020: سعر شاشة جروهي 32 بوصة سمارت بدقة فول HD 2599 جنيه مصري. سعر شاشة جروهي 39 بوصة سمارت بدقة فول HD 3699 جنيه مصري. سعر شاشة جروهي 55 بوصة سمارت بدقة فول HD 5660 جنيه مصري. سعر شاشة جروهي 55 بوصة سمارت بدقة 4K
6800 جنيه مصري. سعر شاشة جروهي 65 بوصة سمارت بدقة 4K 12000 جنيه مصري. أشهار الشاشات الصيني في مصر 2020. سعر شاشة سيمفوني عادية في الـ HD 23 بوصة 1375 جنيه مصري. سعر شاشة ATA عادية HD 24 بوصة 1399 جنيه مصري. سعر شاشة سكاي لاين عادية HD 24 بوصة 1464 جنيه مصري. سعر شاشة MG عادية في الـ HD 24 بوصة 1550 جنيه مصري. سعر شاشة جروهي عادية في الـ HD 24 بوصة 1699 جنيه مصري. سعر شاشة هو عادية HD 32 بوصة 1790 جنيه مصري. سعر شاشة وينجز عادية HD 32 بوصة 1847 جنيه مصري. أسعار شاشات كيرا سمارت في مصر 2020. سعر شاشة كبيرة 39 بوصة LED عالية الجودة 1080 بيكسل بجودة HD 4099 جنيه مصري. سعر شاشة كيرا LED سمارت 32 بوصة بدقة فول HD 2640 جنيه مصري. سعر شاشة كيرا LED 32 بوصة بدقة فول HD 2399 جنيه مصري. سعر شاشة كيرا LED 40 بوصة بدقة فول HD 3999 جنيه مصري. سعر شاشة كبيرة كيرا LED سمارت 43 بوصة بدقة فول HD 4659 جنيه مصري. سعر شاشة كيرا LED سمارت 48 بوصة بدقة فول HD 5599 جنيه مصري. أسعار شاشات هايسنس في مصر 2020. يبلغ سعر شاشة LED سمارت 1080 صورة واضحة 4800 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة تلفزيون LED في الـ HD 40 بوصة التلفاز بتصميم رفيع وأبعاد 220 ملي متر 4999 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة 2020 TV LED HD 720 بي صورة عالية الدقة 1920 جنيه مصري. يبلغ سعر شاشة TV LED 720 لانش شاشة LED رائعة جدا 1920 جنيه مصري. أسعار شاشات جاك في مصر 2020. سعر شاشة 32 بوصة HD جاك ب 1700 جنيه مصري. سعر شاشة 40 بوصة موديل فل HD من جاك 2800 جنيه مصري. سعر شاشة 43 بوصة فل HD من جاك 3500 جنيه مصري. سعر شاشة 49 بوصة فل HD من جاك 4000 جنيه مصري. سعر شاشة 32 بوصة سمارت HD من جاك 1999 جنيه مصري. سعر شاشات 40 بوصة سمارت فول HD من جاك 3100 جنيه مصري. سعر شاشة 43 بوصة سمارت اندرويد فول HD من جاك 3900 جنيه مصري. أسعار شاشات توشيبا 32 في مصر 2020. سعر شاشة توشيبا 32 بوصة LED HD تأتي ب 3090 جنيه مصري. سعر شاشة توشيبا 32 بوصة LED HD تأتي ب 2799 جنيه مصري. سعر شاشة توشيبا 32 بوصة فول LED فول HD تأتي ب 2875 جنيه مصري. سعر شاشة توشيبا 32 بوصة LED HD لون أسود تأتي ب 2899 جنيه مصري. سعر شاشة توشيبا 32 بوصة LED عالي الوضوح ب 2950 جنيه مصري. سعر شاشة توشيبا 32 اليوم LED HD عادي ب 3248 جنيه مصري. أسعار شاشات يونيون إير في مصر 2020. سعر شاشة يونيون إير 43 بوصة LED بجودة HD
3840 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 43 بوصة LED بجودة HD 3950 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 43 بوصة LED بجودة HD MB 3350 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 32 بوصة ليد تعمل بجودة HD 2130 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 32 بوصة ليد تعمل بجودة HD ب 2550 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 32 بوصة ليد تعمل بجودة HD بها ريسيفر مدمج 2300 جنيه مصري. سعر شاشة يونيون اير 32 بوصة بجودة HD ريد MLD مع ريسيفر ميني 2530 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الشاشات 2020 في مصر جميع الماركات والأنواع بالتفصيل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.